خمس سنوات فتظل صورة الأحباب الذين التقيناهم وغيروا فينا وأثروا في حياتنا وأثروها بالمعلومات وحملونا دينا لن نوفى سداده أبد الدهر. خمس سنوات أساتذة ودكاترة وأصدقاء، وها قد مضت السنين فهل ننسى ما كان فيها؟ خمس سنوات كان بيننا ومنا سرعة الفعل وزيادة التركيز وآلية العمل المنتظمة التي تحقق الهدف المرغوب وبأقل التأثيرات الجانبية. قرأنا فيها مهنية المهارات وتأملنا كيف نتفادى عكسية التأثيرات، تسامرنا المعالجات والحالات وتلاطمت بنا أمواج التداخلات الدوائية. عشنا هذا كله في حب منحناه مع المحاضرات من دكاترة كرام، فلكل منهم بصمة في حياتنا مميزة وقبس قبسناه من شخصياتهم وروح خفاقة قالت بنا بابتسامتهم وغضبهم برضاهم وبسخطهم بالواجبات والبحوث بالسمنارات وعيونهم التي حفرت في قلوبنا حباً وإجلالاً لا تمحوه الأيام. مدينة تعز من حصار وحرب وقصف، إلا أن أبناء تعز عازمون على الفرح، عازمون على العيش، عازمون على إيصال رسالتهم للعالم بأنهم قادرون على تجاوز كل المحن كل الصعاب. ها هي جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع تعز يقيم هذا الاحتفال، احتفاء بتخرج دفعة الصيدلة ودفعة القسم والمختبرات. هي دفعة لرفض المجتمع بخبرات وقدرات تساهم إن شاء الله بتنمية ورقي هذا المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا للجميع، شكرا للطلاب، شكرا لأولياء الأمور، شكرا لمن شارك هذه الفرحة. أتمنى لهم حياة
عمليه عليها بالعاهريه والنشاط. احنا دفعتين، دفعه المختبرات الدفعه الاولى ودفعه الصيدله الدفعه الثانيه خريجين. صبرنا، كافحنا، يعني ما نقدرش نصور لكم ايش المتاعب اللي تقدم لنا، ايش الحاجات اللي استصعب علينا، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى، بالأمل، بدون يأس، بالأمل والإيمان وقوتنا وكمان كفاحنا، وأهالينا وأمهاتنا وآبائنا وأخواننا كانوا يد بيد إحنا وهم عشان نكمل، عشان نواصل، عشان نوصل هذا اليوم لهذه المرتبة، عشان نتخرج، عشان أرفع قبعتي، عشان أقول أنا خريجة. ما يوقفني حرب، ما يوقفني حوثيين، ما يوقفني ظلمة جاحدين. أقول لهم رغم كل اللي عملتوهم، رغم المصاعب، رغم الحاجات اللي سويتونا علشان توقفوا أصحاب تعز، أبداً أبداً إن إحنا توقفنا أو إنه كان هذه عقبة علينا، بالعكس هذا زادنا قوة، زادنا إصرار، زادنا أمل. بإذن الله بنكمل الآن بكالوريوس ماجستير ودكتوراه، نرفع اسم اليمن ونرفع اسم تعز عاليا شامخا بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله ان احنا وصلنا الى هذه المرحله، والحمد لله اليوم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحققنا ما نريد، وصلنا الى هذه المرحله وتخرجنا بعد معاناه طويله، بعد بعض من الزملاء عانينا وخرجنا الى خارج المدينه لكي نواصل مرحله التعليم الدراسي، وبعون الله تعالى اقضينا فتره خارج تعز، والحمد لله الان كملنا سنه خامسه في محافظه تعز، رغم الصعاب، رغم الحرب، رغم المعاناه، لكن الحمد لله اننا حققنا هدفنا، وان شاء الله نكون خير، وان شاء الله ان احنا نقلل ونساعد المجتمع ونساعد ابناء تعز خصيصا.